الجمع العام اليوم هو رسالة واضحة للمسؤولين بأن يعني لا بد من توضيح الموقف. إذا كان عندهم غرض في القطاع يعبروا عليه، إذا كان ما عندهمش غرض كذلك يعبروا عليه. واليوم أكيد غنخرجوا بتوصية عملية لرد اعتبار القطاع ولتصحيح الصورة المغلوطة اللي ولات لاصقة به وهي غير صحيحة. فكان تنظيم هذا الجمع العام الوطني الاستثنائي لمناقشة استدي الملفات، كاين الملف الأول هو المتعلق بكيفية تدبير الخصاص الحاصل في المدارس الخصوصية بعد تشغيل 2000 إطار في إطار ما يسمى بالتعاقد من طرف وزارة التربية الوطنية. الحملة الجماعية اللي نظمتها مصالح الضرائب في المؤسسات الخصوصية واللي صدرات عليها مبالغ مالية كتفوق المليار و50 مليون سنتيم للمؤسسات الصغرى اللي ممكنلاش تأدي، وكان لابد من إيجاد كذلك آلية الحوار مع المصالح للخروج من هذه الأزمة. كذلك من بعد الحملات اللي قام بها جعل المؤسسات الخصوصيه في وضعيه صعبه، ما يمكنلاش تادي هذيك المبالغ لانها كتفوق الطاقه ديالها، ولا بد من فتح حوار لايجاد صياغ للاداء وكذلك لمراعاه خصوصيه القطاع لانه ماشي بحال القطاعات الاخرى. المدارس الشركه اللي الان الوزاره مقبله على تفعيلها واجراء ديالها في غياب الحوار في غياب الشفافيه، لا بد من كذلك استدعاء الفاعلين التربويين والشركاء لايجاد صياغ لتنزيل هذه المقاربه. كذلك الملف الاخير يتعلق ب الاستثمار الأجنبي، كان دائما الرابطة تنادي لا بد من إيقاف الأجانب من تعطيهم حق في الاستثمار. إذا بغوا يستمروا يمشيوا إما الفلاحة إما الصناعة إما التربية والتكوين في هذا القطاع ديال ولاد البلاد، خصهم هما اللي يدبروه.